والله ساعة طوط واحد ما يبقى وياك شبيه اسوي الغدا بدك تلعب الله يحبها زاد ايش تسوي خلي بدي ما اسوي لي طلقه لا انا مو زوين ليش انا مبطل من هاي السوالف بس انا اصبر مسلسل بامان الله شلون الفرق الشعبيه هاي انت شنو امك هنا حطيضان ايش راح يسوي بك زوي بالك مباور زوين اريد اسوي مقلب بس هيك ابيك لو خلي الزلمه نايم صوتك خلي الزلمه نايم انت شلون صوتك 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 او فو نايم شيرز زوين شدني ما بتروح زيني طيب صفر له صفر شوية اي ليش بس قل لي شو بسوي لك ما يا اخ ما ارتاح لي انا اقول انت انا اقول انت ما محبوب انت حقيقة والله خطية ما عندها بس هو عافي الاواكل كل الا انه ما جت هنا يمني سلي طعمها شوية بدين حتى ما توقف بس والله اللي استروا علي سلي طعمها شوية بدين حتى ما توقف بس الله اللي استر على منك يا اخي شاب انت مو قلت بطلت وصرت مؤدب هاي السؤال صار لك 3 اشهر ما اسوي شيء ايش حرق قلبي يحرق قلبي يتحمل التلفزيون فصله بس خلص على عين قلوبنا بالقراءه حتى مسلسل ما اشوف من وراك صبر 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 بس صبر ما عليك عليها تصور نايم المدلول حلو انا ومتي لا استغفر الله علي شريك لا انا لا ما في شيء سويت لا الحسين لا حسين شنو هاي لا سيد وست الام مو انا شبيك لا 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 ابوي شاب انت كبير ماكو شيء لا ابوي ما تستحي والله عيب عليك كلمة والحسين شعلان انا عندي مانا ادري تستهزئ على الوالد انور ما تستحي انا احبك واحترمك وانت كبير بس ما عندي مانا جدك محمد يا اخي بالعب جدك محمد لا اسف علي هسه انا شو اسوي؟ هسه انا من سواه؟ بروح بس خشن لا راسك اغسلك ويا صديق والله ما بستحي والله لا ما تطلع الحسين انور انور بالعباس مو هذا خربيج والحسين مو هذا صديق خربيج هو شنو هذا انور لا علي لا ما تستحي ايش انا بسوي ليش سويت يا لا 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 تعرف ليش؟ لان انا هذا زين اول لقاء لي
انسان مهذب مؤدب خريج ماجستير القى الكلام علي بذاك الكلام الطيب، بس هو المبروك بالشماعية، مبروك بالشماعية. وين بالشماعية؟ والامام على حقك علي. ليش بالشماعية؟ سيد ليش بالشماعية؟ لان مهبول يعني شلبك صايره يا اخي يا اخي تدري شويه غبيت يعني سيد. انا ما زلمه ما عنده واعي شو تسوي لي؟ وديني الشماعيه مهبولات علي. صيح لي ابوك وين ابا صار؟ ابا صار عيوني حلك فدوه. انا اسف انا عبالي انت انور، انا اعتب عليك انت انسان كبير. حقك والله حقك يا اخي. نمت شوي، انا حديد انا بشر تعبان، نمت شوي يعني راح اراوي الوجه الثاني. شاتي كم وجع عندك؟ ثلاثة. شنو اني؟ خبيث وحقير وخفقير. والله انت بس خطي شطران. هذا كامل؟ لا هذا كبير. تعال. تعال. المهبول مالتكم بلا وعي. ما عنده أي وعي. لا ما زينك. والله يا سيد. بس سيد قوي زين. عتب على اليمن. قلت لهم عوفوا على نوروز، هو سوالوا نوروز وين ما يستحوا والله ما يستحوا. بالحسين ما يستحوا. بالحسين ما يستحوا. والله عيب. والله عيب. بالعباس عيب. بالعباس عيب. يا اخي شنو؟ لا انور انا حبل. وين ما تستحوا؟ بالقران انا لا. انت سويت لواس. انت سويت لواس. بالقران استحى. بالقران ما تستحوا. لا ما تستحوا. مع الاسف عليك. والله جوزس. والله انت ما جاي تحترم. لا انت ما تحترم. والله جوزس. والله ما. ها حيدر تعال. وين رايح؟ وين رايح؟ كيف ضو زوين؟ على كيفك حيدر؟ أنا بنطلع بالشارع شو أسوي؟ هسه أنا مو المشكلة الشارع، المشكلة أو مهمة من الطب. شنو شو؟ هاك سي. لا لا خطي. إيه روح بعد لا طب البيت. طب. أسرع يجينا خطر. أسرع يجينا. روح بالشوارع. وجه الثالث. ها؟ الحقير. لا تضحك علي. بس شو وجه الحقار؟ انت والله جوز. علي لا تضحك. شكل المهم اللي شافك. انا متهمك هذا السلمة طلع. لا هو الخير. لا والله يخاف منهم في المهيمن. الا تعال ولك تعال خطيه. ليش حيدر كسر الحزام على ظهره؟ ليش خطيه؟ حيدر لا يدخل. والله يدافع عن صاحبي انا الحيدر. انت دافع. حيدر ذا ما لعب لي الشوارع. يا ابا صعبك بطيبته. والله جوز راق عليه ضيش. هل يا ترى لو فعلت انا هذا الفعل بابا كافل خابقة؟ والله بالجهاد. الياتو. لك صاير للسياط بس حيدر. أنا يا قوب. يا أخي شو تريد؟ ها؟ خاطيك حريش روح زلمة لا يعصب ونجرى. أمشي بشارع حافي قوم بسودنا. هسه أجيب لك النعال جبت لي هادية. شو ترتب هو بعد شو؟ تبا لهذه الأيام الأليمة. ها؟ تبا لك. هل يا ترى؟ تبا للأيام. انت جاي تسوي جرب المتلبع علي شو ترتب؟ تبا للايام اللي عرفت بيهن. تبا له. تبا لك. انها ايام انت شو ترتب؟ يا اخي ما يترتب. لا جيب لك كرسي واصغر. هذا وجهك؟ لا قول بالحسين. هذا وجهي الثالث. وجه الحقاره. قلت يا زين قاعد عندهم شو اسمه عندي بساطه بين زحمه خوش. اي والله لان صرنا سوينا مشكله حق جاري ما يرضى. لا انا هسه لازم احاكي ابوي رجال كبير ويتقبل الموضوع. يقول لك اصلا راح يكون بس يا اخي انا همي مهيمن. يا ابوي اي شد راح تقول ام مهيمن؟ شقلها تساقط دعمني قطار. شقلها سيفك ماكينه شحن. سيد هذا وجهك؟ لا مو وجه. قول بالعباس. بالعباس مو وجهي. هذا عبارة عن خشم باول. جيب الماكينة الثانية. الماكينة يا أخي جيب لي مراية خلنا نشوف وجهي. سيد طي كاميرا. طي طلع لك كاميرا. طلع لك صورتك. باوة سيد
حلال تخيلك ربي يعطينا هذا حط لك الصوره بس بقى. تخيلك يا علي وجهها والحسين ما بيشي تعال سيد. شوفه والله شوف اويل يا اخي شوفه لا هو تعال بيشي وكل المتابعين بيشي لا عمك ايش ما بي بيشي ايش حالاتك صغيرك يا علي ما بيشي والله وجهها لنا ما ينعمل حاول السهل حسين شنو عم شنو بيشي حبايبي بيشي ترى هسه ما ابي محتار لا انا البشر على وجهي لا انا هسه حسيت سيد هسه تدري صرت صرت جوزه رسمي هذي مالك والله طرقعه صار استنى 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 عندي عمل عندي شغل سيد فشلنا وين صغيرك والله ابتلينا بالعصير لا لا استريح زينه بوس عمك بوس عمك ترى قول يا سوى المقلب بوس عمك عافيه بوس سوى المقلب بوس عمك عافيه بوس عمك بوسه الدغدغ بوسه ابد ما بتوقعك الجوز يا سيد ضحك هو ضحك ما شاء الله عين البار سيد طلعت تجنب والله انا محمد رمضان فيك هذا والله وين عم الزعيم التشبيه والله هلا 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 يا جوزة هلا لا والله العظيم بس زي ما أبو كاسة لا أبغى مو أصاب ولا كنت عارف ليش قوتي قوتي تكون نفسي شايف وصار أحلى من عندي